اخبارك ايه؟ الحمد لله دكتور. كله كويس؟ تمام الحمد لله. الحمد لله والشكر حبيبي. حبيبي الحمد لله. بتقول للناس ايه؟ الناس حضرتك بتشتكي من الاسعار وانخفاض الاسعار. اسعار الياسمين. اسعار الياسمين. النهارده الكيلو حضرتك ب 30 جنيه. مش انت صاحب الارض؟ انا صاحب الارض حضرتك. اه. ايوه انا النهارده بحسبهم بالربع علشان اعرف اجيب انفار تجمع. يعني ايه بالربع؟ يعني حضرتك الكيلو النهارده ب 30 جنيه، باخد انا 7 جنيه ونص وهم بياخدوا 22 جنيه ونص، لان النفر بينزل الساعه 1 يطلع الساعه 8. النفر الشاطر بيجيب 2 كيلو. الشاطر. الشاطر يجيب 2 كيلو، 2 كيلو حضرتك في 22 جنيه ونص اللي هو الثلاث ارباع. اه. يبقى هياخد 50 جنيه، 45 جنيه. 45. ايوه. فالانفار بتكسل تنزل. لو انا حسبتهم بالتلت، التلت هياخد 20 جنيه في الكيلو. اه. ماشي حضرتك، يبقى هينزل من 1 بالليل ل 8 الصبح ب 40 جنيه. مش هينزل. خدت بقى حضرتك حتى ما الارض واقفه. فاحنا بنقول يعني بننادي بارتفاع الاسعار شويه حتى زي ما كان ماشي ب 40 جنيه الاول. لكن النهارده هو نزل ليه؟ وبيقولوا في الشركات ان المنتج غير مطلوب وان فيه ركود في التسويق. هي دي القصه بتاعته. هو الفدان يجي بقد ايه؟ الفدان حضرتك السنه اللي فاتت كان بيوصل من 55 ل 60 65 كيلو. السنه دي حضرتك الفدان ما يكملش 40 كيلو. ليه؟ فيروس في الجو السنه دي. الايرادات السنه دي بتجيب كيلو ونص، كيلو 200، كيلو 300، وزي ما انت شايف حضرتك الانتاج ضعيف برضه. كده ضعيف؟ كده ضعيف حضرتك خالص. هو كده الايراد حضرتك الايراد 45 اهو، مش هيجيب كيلو 200 على الانتاجيه ديت. طبعا النفر هينزل على كيلو 200. فبيضطر ياخد له ايراد او اثنين. هي دي المشكله. انت بتزرع ياسمين من امتى؟ انا زارع ياسمين من سنه 2002. ما شاء الله. الياسمين ده حضرتك من سنه 2002، عمره من 2002. شجره الياسمين عمرها قد ايه؟ حاليا دلوقتي عندي اقول 20 سنه. 19 سنه. وهي بتعمر قد ايه؟ بتعمر اكتر من 40 سنه. 40 سنه. وتعدي ال 40 سنه. انت انت طلعت على الياسمين؟ اه. اتولدت على الياسمين؟ اه. والله شبرا بلولا حضرتك اساس الياسمين. اه. احنا في موضوع الياسمين ده من حوالي قول 50 سنه. اي احنا طلعنا اتولدنا لان اهالينا عندهم ياسمين. انا مواليد 71. الياسمين حضرتك مزروع في شبرا بلولا من 65 60. والله؟ اه. يعني انت اجدادك كانوا ايوه اهلي كله والدي كان عنده ارضه فيها ايوه كان عندنا ارضه يعني انت اول عينيك ما فتحت لقيت الياسمين ما شاء الله ايوه انت بتحب الياسمين بقى طبعا ده رزقنا واكلنا ومصدر عيشنا والله ايوه بس حاليا الياسمين النهارده مش محبوب حضرتك الارض السوداء النهارده ايجارها 14000 جنيه 12000 جنيه اما النهارده حضرتك فدان ياسمين ما يجيبلكش حتى مصاريفه وكمويه والقص والتكاليف بتاعته كلها، طب ما انا اجرها ارض سودا احسن من ياسمين. وهو شبرا بلولا زي ما كله ياسمين؟ شبرا بلولا كلها حضرتك ياسمين. دي تعتبر اكبر قريه على مستوى جمهوريه العالم في انتاج الياسمين، بتنتج من 48 ل 52% من انتاج العالم. انتاج العالم في الياسمين؟ في الياسمين بس. في العجينه؟ في العجينه على مستوى العالم. وانقى حضرتك منتج. ليه بقى؟ لان نسبه الرطوبه حضرتك عاليه في المنطقه ديت. كل ما زادت نسبة الرطوبة في الجو الكواليتي بتاع الزهرة ما بيطلعش من الزهرة بيعمل له عملية احتباس الرطوبة بتعمل له عملية احتباس انت قصدك فيتنوا الكواليتي حضرتك بتاع الزهرة قصدك العطر اللي هي المادة الفعالة هي دي حضرتك تنها محبوسة جوه الزهرة اكبر اللي هي دي ايوه دي حضرتك اهي اهي حضرتك الصفرة الصغنونة دي خدت بقى حضرتك هي دي هم عايزين دي هم عاوزين دي حضرتك تلقائي مثلا تقارنوا يعني مش عايزين الورق ده لا لا هم حضرتك القصة كلها في الصفرة الصغنونة اللي جوه دي ايوه دي ايوه دي حضرتك هو دي هي دي حضرتك دي المطلوبه دي اللي فيها الكواليتي بتاع كويس هم عايزين دي هو عاوزين دي حضرتك لكن الباقي ده الياف كويس ماشي حضرتك فيعتبر ان هو انت عارف كل ده ازاي مش انا حضرتك مولود بقى في الياسمين ووالدي يعني انت عارف بقى لنا سنين يعني عارف هم عايزين ايه ايوه حضرتك ما انا مجمع ياسمين برضو انت مجمع انا مجمع ياسمين وصاحب ارض يعني بتجمع بلم الياسمين من الانفار الصبح من الساعه 5 لغايه الساعه 9 ونص 10 كده وبعدين اوديه المصنع كويس ويدخل المصنع يتفرس طاوله طاوله تاني والله ايوه الياسمين عليه ميه يقول لك مش عاوزه ما عليه ندى يوم زي النهارده كده ندى شديد ده يعني هيستلم بس هيستلم وهو متضرر يقول لك ده الندى الارض كتير الله طب يا باشا يقول لك الندى الارض كتير سبحان الله ايوه مش الندى ده بتاع ربنا نعم ايوه ايوه يعني انا هو انا اللي عامل له الندى؟ هو والله حضرتك يعني زي ما تقول يعني ايه؟ بيتكلموا ان التسويق ضعيف وان المنتج ما فيش تصريف وان وان والله اعلم رسوله بقى بس اسالك سؤال اتفضل لكن انت الياسمينه بتاعتك زي الفل ماشي مش كده؟ ايوه ايوه
طب ايه بقى الياسمين اللي زي الفل مواصفتها ايه؟ المواصفات حضرتك بتاع الياسمين اللي زي الفل ان هو يكون خالي من التلوث. اول حاجه ما يترش على العنكبوت، لان العنكبوت رش ما يترشش عنكبوت ماده جهازيه، لان العنكبوت ماده جهازيه بتدخل جوه الزهره ذات نفسها. فاما حضرتك ياخدوه يحللوه. مش عارف ايه العنكبوت ده؟ المادة السامة اللي احنا بنرش بقى العنكبوت. العنكبوت دي عبارة عن حشرة بتسكن في الشجرة من تحت بتنشف. شجرة الياسمين. في شجرة الياسمين. العنكبوت شجرة الياسمين. لا العنكبوت حضرتك مرض في حشرة. حشرة جوه الياسمين بتصيب الياسمين. بتخليه ينشف. تاني حاجة حضرتك يبقى خالي حضرتك من التلوث. خالي من التلوث ازاي؟ ما يترشش اللي هو مادة العنكبوت اللي مادة جهازية. كويس. يترش أي مادة تانية مقاومة للعنكبوت بس غير جهازية. كويس. بيعرفوا حضرتك في التحليل. كويس. مش حضرتك وبيحل. أيوة. تاني حاجة إن الياسمين لازم يروح الوردة. بص حضرتك زي ما هي كده، مش عاوزها متكسرة، عاوزها مفتحة جميلة زي ما هي كده. ماشي حضرتك. ما يبقاش عليه مي، خالي من المية نهائي. كويس كويس. جميل. دي الياسمينة ديت بيقولك الشجرة ديت انت تشيل الياسمين ده. أيوه. على بالليل تنور. لا حضرتك احنا هنشيل الابيض ده الساعة 2 الظهر هتطلع البلحة. يعني اللي هي دي حضرتك هي. اللي هي بتاع بكرة. الله الله الله. دي بتاع بكرة حضرتك. على كده دي هتبدأ تفتح الساعة 11 بالليل الساعة 12 بالليل. ده بالتوقيتات. 12 بالليل تلاقي الأرض فتحت تاني، الأنفار تنزل الساعة 1 بالليل. يطلعوا الساعة 8 الساعة 9. كويس. الساعة 1 الظهر 2 الظهر يبدأ البلح يظهر تاني. كويس. مع 1/8 حضرتك، 1/8 اللي جاي. يا الله أعلم بقى رسوله. اللي إذا الياسمين تقل. من 1/8 اللي جاي تبدأ الناس تنزل الساعة 1 الظهر تطلع المغرب. ده لو تقل يجمعوا بلح. يجمعوا بلح؟ اللي هو البيجمعوا اللي هو ده. طب ينور إمتى؟ ما هو حضرتك هيفرشوه على فرشة. هو الساعة 12 بالليل 1 بالليل يبدأ يفتح لوحده، هو مرمى على الفرشة. هو بيفتح لوحده؟ سبحان حتى لو مش على الشجر؟ حتى لو مش على الشجرة. وحضرتك لو جبت البلحة دهيت اللي هي بتاع بكرة اهي. كويس. ورميتها على الأرض. الساعة ورقبتها من 11 ل 12 لوحدة بالليل تبدأ تفتح لوحدها. ده معروف. سبحان الله ولا إله إلا الله. سبحان الله. إعجاز علمي. ده إعجاز. نعم. نعم. وبالتالي ال 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 احنا بنجمع كده دلوقتي. أيوة. لازم تكون الورده مفتحه كده. نعم نعم. خلاص. أيوة. وما نشيلش البلح. لا البلح لا، يعني البلح دي لا، بس حضرتك الورده البيضة بس. أيوة. كويس قوي. انا شايف عيال صغيره اطفال صغيره. في اطفال صغيره في هنا في الارض كتير. ده نتيجه حضرتك ان الفلاحين محتاجين قرش، فبيضطر ينزل عياله ويجمعوا. ومعظم حضرتك اللي بيجمعوا في الياسمين حرير. لو بصيت حضرتك هتلاقيهم كلهم حريم، بيزودوا الدخل لبيتهم. طبعا عشان الراجل مش هيجي يشتغل من الساعه 1 بالليل لغايه الساعه 8 الصبح مقابل 40 جنيه 35 جنيه 50 جنيه. ده ما يعملوش حاجه. فاللي بيشتغل الشغلانه دي الحريم. بيتسلوا بقى. وبيجيبوا الاطفال الصغيرين. طبعا موضوع الاطفال الصغيرين ده كارثه. ليه بقى؟ ما هو حضرتك الولد لو طلع من هنا راح المدرسه هينام على الدكه مش هيذاكر. عشان بالليل. انت خدت بحضرتك لان الولد بيجي مع والدته مثلا الساعه 3 بالليل الساعه 2 بالليل الساعه 1 بالليل. وبيلبس كشاف فهيتنوا ينام لغايه الساعه 6 الصبح ويسيب والدته ويمشي. فهو مستحيل حضرتك هيتحصل. هيروح التعليم. لا مش هيعرف يحصل جانب علمي. لان الياسمين منور. الياسمين حضرتك لو انت قعدت فيه منوم. منوم. الياسمين حضرتك لو انت استمريت فيه ساعتين 3 4 هتروح مدروخ. ولذلك كل اللي بيجمعوا ياسمين يطلع الساعة 8 يغيبوا نايمين لغاية الساعة 2 الظهر. يفطر ينام ينسطل. ايوه اللي بيشتغل ياسمين مش هيشتغل شغلانة تانية. ولذلك الرجالة حضرتك ما بينزلوش الياسمين. طبعا. عايزين هيشتغل من 1 بالليل للساعة 8 وبعدين يروح شغله. لا صعب. مستحيل حضرتك هيقاوم هينام.